خلي اللاعب صابر، ممتاز لاعب صابر. مجيد سحب عليه الكره صابر، بالفعل تدخل جيد ديال اللاعب صابر امام اللاعب عبد الستار صبري الظهير الايسر لفريق الاهلي. قطع الكره صابر اتجاه مجيد، خطا صابر وعبد الستار تنفذ. هناك الطهور طهر اش يفعل طهر عند لاعب فرتوت، قطف القوي ديال فرتوت وتدخل احمد شوبير ولمست يد للاعب ايمن منصور لاعب فريق الزمالك. صابر على الصوره، هناك عده انديه بغات تعاقد مع هذا المدافع جيد اخي هو فريق سبورتينغ لشبونه. ابراهيم حدوري حدوري روسي او بالاحرى صابر، تدخل جيد ديال اللاعب صابر امام اللاعب ايمن منصور، هو الان اللي مراقب ايمن منصور تشاهدوا على الصوره. صابر صابر حبابي حبابي صابر روسي محمد يوسف هو اللاعب صابر، ممتاز لاعب صابر ممتاز. الآن قايم مقابلة جيدة في الجهة اليمنى، صابر صابر وأيضا تدخل صابر بقوة. هذا هو الشكل ديال المدافع القوي محمد يوسف وعبد الستار صبري. محمد يوسف هذا ظهير أيسر جيد، تدخل صابر قوة، ممتاز لاعب صابر من أحسن العناصر حتى الآن. صابر بسرعة مجيد صابر تبادل كروي جيد للمنتخب الوطني. صابر اتجاه اللاعب الحضروي، الخطأ لفائدة منتخب مصر. عبد الستار يدخل بقوة، صابر قاطع كل الكرات، ممتاز لاعب صابر ممتاز. إذا كانت شي ميزة تتعطى اللاعب أكثر من حسن جدا ممكن نعطيها للاعب صابر، ولكن مساوي حجة ساخت على الأرض. روسي خرج كرة الشرط، ممتاز لاعب صابر. تدخل ديال حسام حسن حق خليل، تدخل جيد يا صابر. طاهر هناك صابر كم يقول ما كاينش خطا، الريحه ديال الخطا ما كايناش. ممتاز صابر دخول اثنين حاو مشغول بالعقل محمود ابو الذهب، كره طويله يقطعها سلامي صابر